بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. موضوعنا اليوم اللي هو المسلينيا substitutions أو التعويضات المتفرقة أو التعويضات الخاصة أو ذات خصوصية معينة. راح نبدأ بالجزء الأول اللي هو بيحكي عن integrals involving rational exponents، بمعنى تكاملات تحوي على أسس كسرية. في هذا النوع من التكاملات راح يكون في عنا أسس كسرية للمتغير X، راح نعطي تعويض مناسب بحيث أنه يتخلص من الأسس الكسرية اللي ممكن تكون موجودة ضمن التكامل. والهدف من هذا التعويض أنه نستبدل الأس الكسري بأسس أعداد صحيحة بحيث أنه يسهل التعامل معها. نبدأ بأول مثال، عندنا تكامل dx على 2 زائد 2 في جذر x. لاحظوا أنه في عندي مقدار ضمن التكامل في أس كسري للمتغير x، وبالتالي ممكن أن نفرض هذا الجزء نسميه u يساوي جذر x. ربع الطرفين بصير عندك u تربيع يساوي x. لاحظ تخلص من وجود الجذر، بصير عندي عملية إيجاد الـ dx أسهل. من هون الـ dx تساوي 2 في u في du. فإذا نعوض الآن مكان جذر x u ومكان الـ dx 2 u في du في هذا التكامل، فاستبدلنا هي الـ dx استبدلناها دي 2 u du، وبدل الجذر x حطينا u. بقدر أطلع 2 عامل مشترك من المقام واختصرها مع الـ 2 اللي موجودة في البسط، فهاي 2 في 1 زائد يو، 2 مع 2 بتروح، صفي معاك يو على 1 زائد يو، يو على 1 زائد يو. بإمكاني أعمل قسمة طويلة، إذا أقسم يو على يو زائد 1، أو في تريك آخر بسيط بالشكل التالي. لاحظ انه هذا المقدار بقدر اضيف في البسط 1 واطرح 1 من البسط، فهي مثلا يو زائد 1 ناقص 1 في البسط. الفكرة هون انه بهاي الحركة انت صنعت مقدار مشابه للمقام، فتقدر تجمع هذول الحدين معا لنوزع المقام على البسط، بصير يو زائد 1 على يو زائد 1 اللي هي 1، بيظل عندك هون ناقص 1 على يو زائد 1 أو 1 زائد يو اللي هو المقدار اللي عندنا هون. فخطوة تبسيط هذا المقدار بعد اختصار الاثنين من البسط والمقام، إما بعمل قسمة طويلة أو بعمل هذا التريك اللي هي إضافة وطرح مقدار، بحيث إنه لما أوزع المقام يتبسط، وهو أكيد راح يطلع نفس الناتج تماما لو عملت قسمة طويلة. لا، التكامل صار بسيط، تكامل الواحد دي يو هو يو، تكامل واحد على واحد زائد يو هو لين الواحد زائد يو هو زائد سي. والخطوة الأخيرة هي إن نرجع مكان كل يو الفرض اللي بدينا فيه هنا اللي هو جذر إكس، فهي بصير جذر إكس ناقص لين الواحد زائد جذر إكس زائد سي. مثال آخر، تكامل دي إكس على جذر التكعيبي لـ x زائد الجذر التربيعي لـ x. فعندي هنا x قوة نص و x قوة ثلث في التكامل اللي عندي. أفضل وسيلة حتى أتخلص من الأس الكسري في كلا المقدارين إني أخذ المضاعف المشترك الأصغر بين الاثنين والثلاثة اللي هي x قوة سدس. وبالتالي لو فرضت x قوة سدس تساوي u، أو بمعنى آخر إنه مكان x ارفع قوة 6 للطرفين، بصير x تساوي u قوة 6. الآن x قوة نص في هذا الجزء، x قوة نص تساوي u قوة 6 قوة نص، و u قوة 6 قوة نص اللي هي u تكعيب. وبالمثل u أو x قوة ثلث، بصير u قوة 6 قوة ثلث يعني يو تربيع. فتخلصت من وجود الجذور
الكسرية لإكس هون يساوي الجذر التكعيبي أو الجذر التربيعي. فهذا الفرض اللي عندنا هون يو قوة 6 تساوي إكس، ومنها الدي إكس تساوي 6 يو قوة 5 دي يو، وبالتالي الجذر التكعيبي لإكس زي ما حكينا بتصفي يو تربيع، والجذر التربيعي لإكس تساوي يو تكعيب. إذا هذا التكامل الأصلي، بدل دي إكس حطيت 6 دي يو أو 6 في يو قوة 5 دي يو، والجذر التكعيبي صارت يو تربيع، والجذر التربيعي ل إكس صارت يو تكعيب. طلعت الستة عامل مشترك أو برا التكامل، لأن يو قوة 5 على يو تربيع زائد يو تكعيب. لاحظ في عندك يو تربيع عامل مشترك من المقام، فبيضل عندك هنا 1 زائد يو، لأن يو قوة 5 ويو قوة 2 في المقام بتصفي يو تكعيب على 1 زائد يو، لأن هذا درجة البسط أكبر من درجة المقام. فشفنا سابقا أنه أنا بحاجة لعمل قسمة طويلة، فراح أترك لك أنك تتأكد أن يو تكعيب لما تقسمها على يو زائد 1 راح تعطيك يو تربيع ناقص يو زائد 1، والباقي ناقص 1 زي ما احنا كاتبينه. هذا ناتج القسمة، وناقص 1 هو باقي القسمة. لأن التكامل اللي صفه معك هو تكامل مباشر تقريبا، لأنه تكامل يو تربيع هي يو تكعيب على 3، تكامل اليو هي نص يو تربيع زائد أي زائد 1 زائد 1 زائد تكامل الواحد هو يو ناقص. بالنسبة لهذا التكامل واضح أنه عبارة عن لن اليو زائد 1 زائد سي، وما تنسى أنه كله مضروب في 6. الخطوة الأخيرة أني أسترجع مكان اليو الفرض الأساسي، فعندي يو تكعيب اللي هي جذر إكس، يو تربيع هي جذر التكعيب لإكس، واليو هي جذر التكعيب أو الجذر السادس لإكس، وهاي اللي جوا اللين أيضا الجذر السادس لإكس. طبعا تقدر تدخل الستة على القوس زي ما احنا عاملين. مثال الثالث، تكامل جذر 1 زائد اي قوة اكس دي اكس. فرضنا اليو تساوي جذر 1 زائد اي قوة اكس، ربع الطرفين بصير عندك يو تربيع تساوي 1 زائد يو، نقول الواحد الجهة الثانية بصير يو تربيع ناقص 1 تساوي اي قوة اكس. وبالتالي لو أخذت اللين للطرفين، الطرف الأيمن راح يصفي معك لين لإي قوة إكس اللي في إكس، وفي الطرف الآخر راح أعطيك لين اليو تربيع زائد واحد. يعني هاي الخطوات هي حتى أبسط عندي إيجاد الدي إكس، لأنه بصير الإكس لحالها جاهزة، فمشتقتها هي دي إكس، لا مشتقة اللين هي مشتقة ما داخل اللين 2 في يو دي يو على ما داخل اللين اللي هي يو تربيع ناقص 1 دي اكس. فاجينا الان استبدلنا هذا الجذر ب يو وهذا الدي اكس بهذا الاشتقاق اللي هي 2 يو على يو تربيع ناقص 1. لما ضربت الان 2 في يو في يو بصفي مع 2 يو تربيع مقسوم على يو تربيع ناقص 1 دي يو. ايضا هنا بامكانك تعمل قسمة طويلة بين البسط والمقام، وبإمكانك هاي الاثنين تطلعها برا التكامل، يعني بأي شكل بتشوفه مناسب. جرب قسم يو تربيع أو 2 يو تربيع على يو تربيع ناقص 1، برضو راح يعطيك ناتج القسمة اللي عندك هون هي 2، وباقي القسمة راح أعطيك 2. إذا ناتج القسمة تساوي 2 وباقي القسمة 2. بالنسبة للجزء الأول هذا الاثنين تكامل اللي هو 2 يو، نيجي لهذا الجزء 2 على يو تربيع ناقص 1. هاي فكرة في الموضوع السابق اللي هي فكرة الكسور الجزئية، لأنه المقام قابل للتحليل ليو ناقص 1 يو زائد 1 وفرق بين مربعين، وأكيد بإمكانك إنك تجزئ الكسر إلى جزئين يو ناقص 1 و
والبسط A ويو زائد واحد والبسط B. أوجد قيمة الـ A والـ B، إحنا اختصرناها الـ A تطلع معاك واحد والـ B تطلع ناقص واحد، كانكم تتأكدوا منها. الآن صف هذا التكامل هو لين الـ U ناقص واحد زائد أو ناقص تكامل الـ أي ناقص تكامل الواحد على واحد زائد U، هي لين الـ U زائد واحد. عملنا خطوة تبسيط هنا، حكينا هذا اللين ناقص هذا اللين بصير عبارة عن لين القسمة، لين يو ناقص واحد على لين اليو زائد واحد. والخطوة الأخيرة لاسترجاع مكان اليو الفرض الأساسي اللي هو جذر واحد زائد في قوة إكس، وعوضنا مكان اليو هون مكان اليو في البسط والمقام اللي جوا اللين زائد كابت التكامل سين. المثال التالي هو ساين جذر إكس، أيضا يحوي لي على أس كسري للمتغير إكس، نفرض يو، يو تساوي جذر إكس، ربع الطرفين، يو تربيع يساوي إكس، ومنها دي إكس تساوي 2 يو في يو، زي ما إحنا كاتبين هون. وبالتالي لما تعوض هذا الفرض راح يعطيك يو، واستبدل الدي إكس ب 2 يو دي يو، فراح يصفي معك هذا التكامل. هذا التكامل مر معانا في أول موضوع اللي هو تكامل بالأجزاء. لو فرضنا هذا الجزء هو W على سبيل المثال، لأن U رمز محجوز، والمتبقي اللي عندي هون هو DV، فـ W تساوي 2 U و DV هو sin U DU، ومنها على الصفحة الثانية راح نشوف DW تساوي 2 DU، و الـ V تكامل الساين هو ناقص كوساين يو. إذا هذا التكامل راح يصير هاي أو هذا المقدار ضرب هذا المقدار، وناقص تكامل هذا المقدار ضرب هذا المقدار. إذا راح يعطيني ناقص 2 يو في كوساين اليو، هايها ناقص 2 يو في كوساين اليو، ناقص الناقص إشارة ناقص ناقص هون 2 برا، يصير تكامل 2 في كوساين اليوم. تكامل هنا في قطع مطبعي لازم يكون 2 أو ناقص 2 في كوساين اليو دي يو. تكامل الكوساين هو ساين، رجاء نعدوها ساين، والخطوة الأخيرة اللي هي رجع مكان كل يو سواء هون أو في جوا الكوساين أو جوا الساين مكان يو اللي هي جذر. وسؤال تعويض اقتران أو أس كسري للإكس، بعد هيك بتحول معك ل تكامل بالأجزاء، وموضوع هذا تكامل الأجزاء أخذناه سابقا، كانت تتأكد من صحة إجابات اليوم. مثال الأخير راح نناقشه في هذا الجزء هو تكامل X على جذر X زائد واحد، أيضا أخذنا اليو هو تساوي الاقتران الكسري للX زائد واحد، ربع الطرفين يو تربيع تساوي X زائد واحد، وودي الواحد الجهة الثانية بصفي معك X تساوي يو تربيع ناقص واحد، وبالتالي دي اكس هي 2 يو دي يو. الآن بحاجة إن نعوض مكان اكس يو تربيع ناقص واحد، وهذا الجذر سميناه يو، وبدل الدي اكس اللي هي 2 يو دي يو عوضنا هاي الأشياء. لاحظ إنه اليو مع اليو بتروح، وهاي الاثنين بقدر أطلعها لبرا التكامل، صفي معي تكامل يو تربيع ناقص واحد دي يو، وتكامل اليو تربيع هي يو تكعيب على ثلاث، وتكامل الواحد هو يو، دخلنا الاثنين على القوس زائد سي، وبعدين رجعنا أو عوضنا مكان اليو الفرض الأساسي هو جذر الإكس زائد واحد. نوقف لهون، والجزء الثاني نكمله في فيديو آخر.